الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 100 حديث الحفظ، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 22 من شعبان لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الثالث لعام 24 و2000. وقد بلغنا بحمد الله وتوفيقه وإحسانه الحديث 29. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. عند سقط من ها؟ من تاب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان شرط من شروط قبول التوبة. قبول التوبة، هل يقال قبول التوبة ولا قبول التوبة؟ قبول صح، قبول يعني عكس الرد. أما قبول وهي الكلمة مشهورة جدا، قبول قبول، جمع ايش؟ جمع قبل، خطأ، فيقال قبول. ما الشرط الذي ذكر في هذا الحديث من شروط قبول التوبة؟ أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وهو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وذلك أن آخر الزمان الشمس ستخرج ستشرق من مغربها، فإذا شرقت الشمس في مغربها آمن كل من على الأرض. ولكن كما قال الله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، والشمس أمرها بيد الله عز وجل، كل شيء بأمر الله. فالذي أجراها من المشرق إلى المغرب قادر على أن يجريها من المغرب إلى المشرق، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وستكون هذه إحدى علامات إيش؟ الساعة، قيام الساعة. التوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة، بل يشرع المسلم أن يتوب كل يوم وكل ليلة. لماذا؟ لأن الإنسان يخطئ في الليل والنهار، كما قال خالقنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. فبما أن الأخطاء في الليل والنهار، فلذلك يشرع لنا أن نتوب إلى الله عز وجل في الليل والنهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا وأتقاهم لله عز وجل يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويسمع له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة. فيشرع المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة يحبها الله عز وجل، أمر بها فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا بلا استثناء، وتوبوا إلى الله جميعا. فالله دعانا إلى التوبة فهو أمر بها سبحانه وتعالى، ويوفق الله من يشاء إلى التوبة، ثم يقبل الله توبة من شاء، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ثم يحب الله عز وجل التوابين، ثم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويقرب عبده إليه إذا تاب، ثم أن الله عز وجل يبدل سيئات التائبين إيش؟ حسنات. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فبما أن الله عز يحب التوبة والتوبة عمل صالح، فالواجب على المسلم دائما يتوب الله تبارك وتعالى، سواء مما علم من الذنوب ومما لم يعلم. فالذنوب منها ما يعلم بها الإنسان، منها ما لا يشعر بها، فيستغفر الله عز وجل إيش؟ مما يعلم ومما لا يعلم. لأن الذنب إما أن يكون تقصير في أداء المأمور، وإما وقوع في المحظور. فالإنسان قد يدرك من نفسه أنه ما وقع في المحظورات، لكن لا يدرك من نفسه أنه إيش؟ قد أتم المأمورات. لا سيما أن كثير من المأمورات أعمال قلبية،
فالله أمرنا أن نتقيه حق تقاته، فمن ذا الذي يتقي الله حق تقاته؟ وأمر الله عز وجل أن نخاف منه فلا تخافوا وخافوني، وأمرنا أن نخشى منه فلا تخشوا واخشوني، أمرنا أن نرجوه وأن نخلص له الدين، أمرنا بحب الله ورسوله. هذه أعمال قلبية ما يعرف الإنسان كم أتى بها، كم أتى منها، وكم أنقص منها، ما يعلم. أمرنا أن نخشع في صلاتنا ورغبنا في ذلك، والصلاة والخشوع في الصلاة روح الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما هو الخشع، ما هو الخشوع الذي نأتي به في الصلاة؟ فإذا النقائص كثيرة، ناهيك عن الوقوع في المحظورات. فناسب أن يكون المسلم ماذا يا أخوان؟ توابا، يعني كثير التوبة. العبد يقع من التواب لأنه يكثر من التوبة إن كان مكثرا منها. والله جل وعلا من أسمائه التواب لأنه يكثر من قبول التوبة، حتى أنه جل وعلا يقبل التوبة العبد إذا تاب، ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، حتى لو أشرك بالله عز وجل فتاب قبل أن يموت يتوب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك شرك وقتل وزنا يلقى أثامة وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. ولذلك التوبة تجب ما قبلها، كل الذنوب تغفر بالتوبة، كل الذنوب تغفر بالتوبة. فالتوبة واجبة وعمل صالح يدعو الله جل وعلا إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان من قبلنا قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، يسأل عن عالم فيدلون على ماذا؟ على عابد. دخل على العابد فقال إنه، يقصد نفسه، إنه قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب. فقال له العابد وأن له من توبة، 99 قاتل جايته وأن له من توبة. فغضب هذا الرجل فقتل العابد فأتم به 100. كم الحصيل الآن؟ 100. القتل النفس من أكبر الكبائر، وهذا قاتل كم؟ قاتل 100. خرج فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس وأراد أن يتوب، فهل له من توبة؟ فقال ومن يحول بينه وبين التوبة. لكن انظر ماذا قال، قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فيها قوم صالحون أعبد الله معهم. هاي توجيه نبوي، من أراد التوبة إلى الله عز وجل فلينتقل من صحبة السوء، من مكان السوء، من مكان المعاصي، إلى مكان فيه ناس يتعاون معه على البر والتقوى. كم من إنسان تلي بالتدخين يتمنى لو يترك التدخين، هذا قل ما يترك التدخين إذا إيش؟ إذا تركه وما زال يجالس المدخنين. خلاص تركت التدخين لا تجالس المدخنين، بإذن الله تعالى يعينك الله فتتركه. أما تجلس مع المدخنين وأنت مدمن دخان وتايب، يمكن توبتك ما تستمر 3-4 أيام. من تاب فعليه أن يغير البيئة التي يعصى الله بها إلى بيئة صالحة. وحتى البيئة الصالحة ليس كل ما يسمى بيئة صالحة صالحة، فهناك كثير ممن يقال عنهم أنهم صالحون أيضا عندهم انحرافات فكرية عقدية منهجية، فربما كأنه إيش؟ ظاهر الصلاح وهو عنده بدع، عنده مثلا بدعة خوارج، عنده تكفير مسلمين، عنده تفجير، عنده حقد، عنده جهل، أيضا هذا يحذر منه. المهم نعود للرجل الذي قتل كام؟ 100 نفس. خرج الرجل إلى الأرض التي دل عليها فمات في الطريق، فتنازعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقولون أراد أن يتوب، خرج تائبا. هو فقط أراد، فقط أراد. فبعث الله من يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرض التي أراد والأرض التي خرج منها، فقاسوا بين الأرضين فوجدوه الأرض التي أراد أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. لكن العجيب أن في رواية أن الله عز وجل قال للأرض
التي أراد، يعني فيها ناس، هذا فيها بيوت، فيها ناس، فيها أغنام، فيها هذه، قد يكون فيها زراعة، قد يكون هذه الأرض بأمر الله عز وجل قالها تقاربي فقربت هي ومن فيها من أجل رجل إيش يا إخوان؟ أراد أن يتوب فقط. وقال الأرض التي خرج منها تباعدي فتباعدت ومن فيها من أجل رجل فقط أراد أن يتوب. ليس الأمر كما يظن البعض، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم الله عز وجل. فلمحبة الله عز وجل للتوبة والتائبين أمر الأرض التي أراد أن تتقارب، وأمر الأرض ومن فيها التي خرج منها أن تتباعد، فكان إلى الأرض التي أراد أقرب فأخذته ملائكة الرحمة. فالتوبة واجبة وشأنها عظيم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أدعو نفسي وإياكم إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التوبة النصوح، حتى أن الله عز من حبه للتوبة ها يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإذا كان سوداء خيم الليل ينزل جل وعلا، جل وعلا في علاه إلى السماء الدنيا فينادي في عباده، هل من تائب فأتوب عليه؟ شوف ربنا يبسط يده لك ويدعوك ويحب التوابين ويفرح بتوبة العبد، وأنت تعرض، يعني ما يهلك على الله إلا هالك بعد هذه الرحمة وهذه الدعوة. فيبسط يده لك يا عبد الله لتتوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، يعني صحت إيش توبته وقبله الله عز وجل. في شرط آخر ذكر في حديث آخر، وهو قبل أن تغرغر، إذا غرغرت الروح وبلغت الحلقوم لا تقبل التوبة. فلذا هذا الشرط يضاف إلى الشروط المعروفة، أن إيش؟ أن تكون، أن تقع التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، قبل أن تغرغر الروح وتبلغ الحلقوم، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. طبعا أعظم شروط قبول التوبة الإخلاص، لأن الإخلاص شرط في قبول جميع الأعمال. لا بد المسلم أن يخلص لله سبحانه وتعالى في جميع أعماله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ما يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا. حتى التوبة، حتى التوبة أليست عمل صالح؟ تحتاج إخلاص. يعني هل يتصور إنسان يتوب من غير إخلاص؟ نعم، قد يتوب لمصلحة، فيريد مثلا مشاركة، أو حتى يعطى، أو حتى يزوج، أو حتى ينصب، فيتظاهر إيش بماذا؟ بالتوبة. وارد أو ليس بوارد؟ وارد. قد يتوب خوفا على سمعته، خوفا على صحته، خوفا على ماله، بخيل، وكان مثلا يعبث بالحرام، قال لا تنتهي فلوسي، فلبخله أمسك عن الحرام. هذا ما تاب توبة إيش خالصة لله عز وجل، وإنما تاب لغير الله. فالحذر بالحذر، فلا بد المسلم من أن يتوب إلى الله عز وجل، وتوب إلى الله جميعا، توب إلى الله. ثم لا بد أن يقلع عن الذنب إذا كان مصرا عليه، فإن الله وصف عباده المتقين فقال ولم يصروا على ما فعلوا، الإصرار على الذنب حتى لو كان هذا الذنب صغيرا فإن الإصرار عليه يصيره كبيرا. فلذلك يجب على المسلم أن يراعي هذا الأمر، لا صغيرة مع الإصرار تكبرها، صغيرة على صغيرة على صغيرة تكبر، حتى كما قيل إن الجبال من الحصى، ومستصغر ومعظم النيران إيش من مستصغر الشرر. فلا يستهين المسلم بالصغائر فضلا عن الكبائر التي تهلك الإنسان وتجب له أحيانا في بعضها يجب الإنسان اللعنة والغضب، طرد من رحمة الله. فلا بد أن يقلع، ولا بد أن يندم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه قال الندم توبة. فإذا قيل التوبة عبارة عن ماذا؟ حرارة يجدها التائب في قلبه. كان بعض التائبين يود أنه لم يخلق لأنه عصى الله عز وجل، وبعضهم يقول ليتني لم أسلم بعد، لأن الإسلام يجب ما قبله، كما قال أسامة لما قتل رجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال لو هذا وقع قبل إسلامي كان دخلت الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله. أما بعض الناس ربما يتوب إلى الله عز وجل كما يتظاهر،
وهو يتذكر أيام جميلة يوم كان يعصي الله فيها، الله كنا مبسوطين. ها هو إيش كان ينهب أو يأخذ أموال بحرام أو يرتكب فواحش أو كان يؤذي المدرسين ونضحكنا عليه وضربناه وخليناه طلعناه من طوره، هذا معصية، حق عظيم حقوق العباد، مبسوط أنك ضربت فلان. بعض يتباهى أنه ضرب فلان كذا فضربته فخلي الدم ما ينزف، هذا يعتبر إيش من بطولاته وتاريخه ومآثر، هذا تائب، هذا تائب، هذا ما هو تائب، التوبة ندم. ثم يعزم على أن لا يعود، وانتبه العلم قال يعزم على أن لا يعود ولم يقول إيش أن لا يعود، لو قال أن لا يعود معنى هذا التوبة معلقة لم تقبل بعد حتى يتوفاه الله ويظهر أنه ما عاد، لا ليس أن لا يعود، وإنما يكفي أن تقبل توبة أنه عزم على أن لا يعود فتقبل توبته، ثم لو عاد احتاج إلى توبة جديدة، احتاج إلى توبة جديدة. فإن كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآخرين واستطاع أن يعيد الحقوق لأهلهم أو الحقوق لأهلها أعاد الحقوق لأهلها، فلا بد أن نعرف هذا جيدا حتى نكون على بصيرة. فالتوبة ليست كلمة مجرد يقول إنسان بفمه بلسانه يقول تبت إلى الله وهو ما زال مصرا أو لم يندم أو أضاع حقوق الناس أو أنه يتوب بعد إيش أن تغرغ الروح أو بعد أن تطلع الشمس مغربها، أو يتوب ليس خالصا لله عز وجل في توبته، فالعمل لا يكون مقبولا ما لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى. ثم قالوا عن أبي هريرة، السلام عليكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، رواه مسلم. نعم، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المشركين. جز الشوارب جاءت رواية حف الشوارب، يعني جعلها خفيفة بحيث لا تنزل إلى الفم فيقبح منظرها، وربما يعني يتعلق بها شيء من الشراب والطعام، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التهذيب، وقال أرخوا اللحى، وجاء في إرخاء اللحى وإعفائها وإطالتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعل ذلك. وما كان العرب يعرفون شيء اسمه حلق اللحية، يعني حتى أبو جهل حتى أبو لهب كلهم ملتحين، ما كان هذا الشيء معروف عند العرب، الكل ملتحي ما يعرفون شيء اسمه إيش حلق اللحية. لكن بعد ذلك دخل الفرنج على المسلمين في قرون مضت فوجدهم يتزينون بحلق اللحى، فلذلك إيش تشبه بهم، حتى أن أحدهم من المسلمين من يتزين لصلاة الجمعة بحلق اللحية، بكرة جمعة هاي رح إيش يحلق استعدادا لصلاة الجمعة. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجاء من المجوس قد حلق كل منهم لحيته، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أعرض عنهما، يعني شكل مش مألوف، قال من أمركم بهذا؟ قال ربنا، يقصد من كسرى، فقال أما أنا فأمر ربي أن أعفي لحيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الفطرة، والفطرة أن الله خلق الرجال بلحى والنساء بغير لحى، هذا عامة الرجال كما أن عامة النساء بلا لحية، فلذلك اللحية شأنها عظيم، لو لم يكن فيها من الشأن إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها لكان ذاك كافيا. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألا ترون الناس اليوم الشباب والأطفال يرتدون ملابس وأرقام اللواعيب المشهورين؟ ها لماذا يلبس لباس من ورقم من اللاعب المفضل عنده؟ طيب أنت النبي صلى الله عليه وسلم ليس مفضل عندك؟ أيغلبك هذا فيتشبه بمن إيش يحب وأنت تتخلف عن من تحب؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قيل في حلق اللحية معاصي، ليس معصية واحد، منها مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها التشبه بالنساء، ومنها التشبه بالمشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس، ومنها ماذا؟ تغيير لخلق الله الذي يأمر به الشيطان،
قال ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. وذاك اللحية سمت، ربما دفعت الإنسان إلى ترك كثير من مما يعاب عليه، ليس من المعاصي فحسب بل حتى مما يخرم المروءة. في فرق بين المعصية وبين ما إيش خارم المروءة، يعني في سمت معين ما يليق إيش بالناس الأسوياء العقلاء من حيث الحركات أو الألفاظ أو اللباس. واضح معروف أنه حتى في سيارات، سيارة ما يركبها إلا إيش الشباب اللي فيهم وفيهم، أو الألوان الفلانية ما يلبسها إلا، أو القصة الفلانية أو الحركة الفلانية أو اللباس الفلاني. لكن اللحية هذه شأن الكرماء، لو لم يكن ثم أحد ملتحي إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإياكم يا أخوان من العبث باللحية، اعفي لحيتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي مما طلعت على الشمس. تكلمنا عن هذا الحديث كثيرا وما زلنا مقصرين. لما؟ لأن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، تفنى الدنيا وما فيها وتبقى إيش الأعمال الصالحة. فسر قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات بهذه الكلمات الأربع، وهذا تفسير ببعض معناه. وإلا الباقيات الصالحات يعني الأعمال الباقية الصالحات هي اللي تبقى اللسان، كما مر معنا الحديث الذي سمعناه في هذا الكتاب، إذا مات أو يتبع الميت كم؟ ثلاثة، صح ولا لا؟ يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالعمل الصالح هو الباقي. ومن الأعمال الصالحة اليسيرة وعظيمة في فضلها وأجرها تكرار وتردد هذه الكلمات الأربع، أربع كلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، وهي من القرآن ولا يضرك بأيها بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأعظم من تكرارها والتلفظ بها وذكر الله بها أن تؤمن بمعناها، أن تؤمن بمعناها. لأن كثير من الناس ممكن يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، والله يقول لأني أشركت أحبطن عملك. فلا بد أن تعلم هذه الكلمات معناها وتؤمن بها. فإن قوله سبحان الله أي تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات ومماثلة المخلوقات، فما من عيب أو نقص أو آفة إلا والله منزه عنه، نزه الله نفسه عن ذلك وخلقه ينزهون عن ذلك، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه منزه عن كل ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات الأرض ومن فيهما أيضا ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب وآفة، والله منزه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء، لأن المخلوق مهما عظم فهو ناقص. ولو كان العرش، العرش إيش مخلوق، السماوات الأرض مخلوقة، لو شاء الله لأزالها، صح؟ هي مربوبة مخلوقة ضعيفة. ولذلك يوم القيامة السماء ماذا يحصل فيها؟ تتفطر وتنشق لأنها مخلوقة. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، منزه عن إيش؟ عن العيوب والنقائص والآفات، ومنزه عن مشابهة المخلوقات. هذا معنى سبحان الله. فمن قال سبحان الله ولم ينزه الله وصف الله بالنقص أو بالولد أو بالنسيان أو بالضعف أو بالعبث أو باللعب أو لا حكمة له أو بالباطل كما يفعل المشركون، أو أنه محتاج إلى شريك أو محتاج إلى بن ها يدعى من دونه حتى يستجيب أو حتى يوصل له الدعاء، هذا ما نزه الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا بد من التنزيه
الإيمان بالتنزيه لله عز وجل من كل العيوب والنقائص والآفات، والتنزيه لله عز وجل من مشابهة المخلوقات. أما الحمد لله، الحمد بالألف واللام الاستغراق، والحمد معناه إثبات المحامد من صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال كله، لأن قال الحمد استغراق كله لله، اللام للاستحقاق يعني إيش؟ كل الحمد ها يستحقه الله عز وجل. فصفات الكمال والجمال والعظمة والكبرياء كلها يستحقها الله عز وجل. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لمن؟ لله عز وجل، كامل في حياته، في قيوميته، في سمعه، في بصره، في شرعه، في فعله، فيما جل وعلا يخلق، فيما يشرع، فيما يقدر، كامل في جميع صفاته سبحانه وتعالى، فله المثل الأعلى. فالحمد لله، الحمد لله كلمة عظيمة تملأ ما بين السماء والأرض. بدأ الله بها كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، بدأ بها بعض السور مثل سورة الأنعام، سورة سبأ، سورة الكهف. هذه الحمد شيء عظيم لله عز وجل، يحمد الله عز وجل على كل حال، حتى عند المصيبة يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل لكماله، ويحمد الله عز وجل لمنته وعطائه، ويحمد الله عز وجل لجماله. انتبهتم؟ يعني الناس على ماذا يحمدون الشيء المحمود؟ إما لأنه له صفات من قوة، من سرعة، من ذكاء، فيحمدونه، يقول ما أذكى، ما أكرمه، ما أجوده، ما صح يحمد لأنه فيه، أو يحمد لأنه يعطي وينفق ويكرم، طيب، أو يعطي لأنه جميل، شيء جميل ناس تحمده. طيب رب العالمين ها له صفات الكمال كلها، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فما من عطاء، ما من رزق إلا وهو من الله عز وجل، صح؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعطاء والمن والكرم كله من الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب والجمال، إن الله جميل حب الجمال، ما من شيء جميل إلا من الذي أعطاه الجمال؟ من؟ مثل عبد الله الجميل هذا، من أعطى عبد الله الجمال؟ الله عز وجل، أكيد الله أجمل منه. لماذا؟ كيف عرفنا؟ لأن معطي الكمال هو أولى بالكمال. إذا المخلوق بهذا الجمال ها؟ أي مخلوق، طائر، شلال، بحر، شجر، أزهار، ألوان، اليوم مع التصوير وكذا يطلعون الناس مناظر، ولا تذهب بنفسك شوف ألوان عجيبة للأسماك، للطيور، للأجواء، للأعشاب، للربيع الطيب، ها أشياء عجيبة، مخلوقات الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كل هالأشياء الجميلة هذه الله ماذا يا إخوان أجمل منها، أن الله جميل يحب الجمال. ولذلك من مما يستمتع به الإنسان أن يرى الشيء الجميل، صح؟ شوف شيء جميل تنفتح نفسك. طيب ما بالك إذا أهل الجنة رأوا الله عز وجل ها؟ فلذلك إيش أعظم ما يعطى أهل الجنة من النعيم؟ ها النظر إلى الله عز وجل. الواحد ينظر شيء جميل يستمتع بذلك، يفرح بذلك، تطيب نفسه، ينشرح صدره، لأنه رأى شيئا جميلا. فكيف إذا رأى الله عز وجل؟ ولذلك قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من أين أتت النظارة؟ من البهاء والسرور، لأنها نظرت إلى الله. فإذا نظرت إلى الله ينعكس هذا ماذا يا أخوان؟ من الفرح والسرور، فتكون وجوههم ناظرة. يعني الواحد لما يكون واحد يعني متفوق في شيء ها مبسوط مسرور، ربح وافقوا عليه، نجح، رزق الله مثلا مولودا، تغير وجهه مبسوط، صح ولا؟ لأن الخبر سار فتغيرت بشرته. إذا رأى واحد يشتاق له، لو رأى أباه وأمه وقد توفاهم الله يراه في المنام، في المنام يقوم ذاك اليوم الله شفت الوالدة في المنام، ينبسط لأنه شاف الوالدة في المنام. يا اللي عندك والدة ما زالت حية دير بالك عليها ترى ما تتكرر، حسباك تجيكم ثانية ما راح تجيكم ثانية.
اسأله من توفيت والدته، يا من عنده والد لا ما يأتيك والد آخر، ها آخر واحد هذا، ها عبد الله جاك واحد ثاني ما جاك، ها عامر جاك واحد ثاني ما جاك، ها بالنشاط جاك واحد ثاني، أنت أبوك موجود دير بالك ترى ما يتكرر. والدين الله الله تحضرون دروسنا وتروحون تسوون أدابكم مع آبائكم وأمهاتكم، يقول هذا لو في خير شيخكم هذا كان علمكم، يعني راح تعكسون علينا الصورة سيئة، انتبهوا لأنفسكم. أبواب الجنة مفتوحة لبيش لمن يبر والديه يا أخوان، انتبهوا يا عيال، الوالدان لا يتعوضان. ها أبو محمد يتعوض الوالد؟ ما يتعوض. فما بالك إذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أي والد أي والدة، فما بالك إذا رأيت الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة الله عز وجل، نعم الله على عباده، ما هي نعمة والد على ولد، ولا نعمة أم على ابن، ولا نعمة كريم على مكرم عليه، لا، نعم كلها من الله عز وجل. فترى الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. فلذلك أهل البدع من المعتزلة من الإباضية ينكرون أن الله عز يرى يوم القيامة، هؤلاء أولى بهم قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يرى كما شاء متى شاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه المأثور الصحيح الثابت يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، شيء عظيم. وذاك أهل البدع يستهزئون ويسخرون، قلت لذذ تشوف والله تتلذذ، إيش ومعشوق عشان تتلذذ، محروم هو خبيث هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسألك وأسألك لذة النظر، وهذا يقول إيش أنت شايف معشوقة ولا شنو شايف حتى؟ لا، بل هذا أعظم ما يعطى أهل الجنة أن يرون الله عز وجل. قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني وأزيد من الحسنى اللي هي الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. قال إنكم سترون ربكم، يقول عيسى الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دون سحاب، كما ترون الشمس ليس دون سحاب. فهذه عقيدة، هذا إيمان. ولذلك أهل السنة نصوا الذي ينكر رؤية الله كافر، لأنه كذب الله ورسوله. هذا مما تواتر، ليس فيه حديث أو حديثان، أحاديث وأجمع للصحابة، وهو نصوص في القرآن، قبل هذا نصوص في القرآن، ومع ذلك ينكرون هذا والعياذ بالله. فالشاهد أن الله عز وجل هو الكمال المطلق، الكمال المطلق، الجمال المطلق. فالله عز وجل يحب لذاته وحده لا شريك له، يعني تحب انت والديك لأنهم والداك، صح؟ تحب من يعطيك لأنه أعطاك، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أرسل الله علمنا فهو رحمة للعالمين. لكن لو تلاحظ من الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. من سخر لك والدين؟ الله عز وجل. من سخر لك من أعطاك وأكرمك؟ الله عز وجل. فلذلك الذي يحب لذاته هو الله عز وحده. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ولله، وتحب والديك فطرة جعل الله بين الزوجين مودة ورحمة ونحو ذلك، لكن الذي يحب لذاته لما له من صفات الكمال والجلال هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يحب المخلوق كحب الله هذا مشرك، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، ها يحبونه كحب الله، لا يحب كحب الله أحد، ولا يستحق أحد أن يحب كحب الله. ذلك الله عز وجل الذي يحب حب عبادة، ها حب عبادة وخوف عبادة منه ورجاء عبادة منه. لذلك على المسلم أن يسعى سعيا حثيثا عظيما إلى تحقيق محبة لله عز وجل. إذا أحببته أحبك الله، من أحب الله أحبه الله، وحبك لله يكون باتباع رسول الله، لقوله تعالى ها قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالحمد لله هذه كلمة عظيمة جدا. ولذلك سبحان الله إذا رأيت نعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، وإذا رأيت ما تكره تقول الحمد لله على كل حال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن ما رأيكم ممن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ بعض الناس ها خاصة إذا كان صعيدي قال حسبال هذه يعني زين الكلمة، هذه فيها قلة أدب مع الله. شنو إيش لا يحمد على مكروه سواه؟ ترك نعم الله عز وجل جيت تقول إيش يلا نحمده مع أنه فعل مكروه بس يلا نحمده بعد، هذا غلط. لو كان الكلمة فيها خير لك قال من؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذ رأى ما يعجبه ماذا قال؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. عليكم بالسنة، عليكم بالسنة في كل شيء. وأما لا إله إلا الله فكلمة التوحيد التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب ومن أجلها خلق الله الدنيا والآخرة، من أجلها تقوم القيامة وتحق الحاقة، من أجلها يضرب الصراط، من أجلها خلق الله الجنة والنار، شرع الجهاد والشرائع وحل الحلال وحرم الحرام، كله على من أجلها الكلمة لا إله إلا الله، شهادة عظيمة. عندك شهادة؟ شنو شهادتك؟ ثانوية عامة؟ عندك شهادة لا إله إلا الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة شهد بها أعظم شاهد، شهد بها أعظم شاهد وهو الله عز وجل، شهد بها الملائكة المقربون، شهد بها أولو العلم من الأنبياء والمرسلين والصديقون والشهداء والصالحون. أنت معهم شاهد ما شاء الله، شفاه الواحد يفرح لو رأى واحد يعني نفس التخصص ها زميل ها مهندس، أنا بعد مهندس طبيبا معك طبيب معلم ها زميل ها، يفرح الواحد يشوف واحد على شكل ها لو أطفائي لو طبيب لو أي شيء، شيء الطيور على أشكالها تقع، يفرح الواحد يشوف واحد يعني ها نفس اختيار نفس تخصصه. والله يا محمد صح، ما تفرح أنك أنت تتفق مع شهادة الله الذي شهد نفسه بإيش؟ بأنه لا إله إلا هو. شوف من معك، انظر من معك في هذه الشهادة، الله عز وجل أنت تشهد، يشهدها الله، يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، يشهدها الملائكة، قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه آية مكية ولا مدنية؟ مدنية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة وهو يدعو إلى لا إله الله ويحارب من أجلها وهجر من أجلها، ولما هاجر المدينة وإلا بالله يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تقول علمنا وعرفنا وخلصنا، النبي يعرف بعد ويعلم، ومن أجلها أرسل وبها أرسل وعليها جاهد وقاتل، ومع ذاك الله يقول له ماذا؟ فاعلم. التوحيد ما يتوقف، التوحيد ما ينتهي، التوحيد ما هو كتيب، ما هو رسالة، ما هو درس، التوحيد تقوم السماوات والأرض كلها على التوحيد، الدنيا والآخرة قيامة تقوم على التوحيد، الجنة والنار من أجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. هذه كلمة عظيمة لابد نعرف قيمتها، نعرف فضلها، ولن نبلغ معرفة قيمتها وفضلها، لكن ماذا نجتهد فلنلهج بها دائما الصباح المساء في الصلوات. ولذلك شرعت، شرعت متى يا إخوان؟ في الأذان والإقامة وبعد الوضوء وفي الصلاة وبعد الصلوات وفي السوق وأذكر الصباح والمساء وسيد الاستغفار وعلى الصفا وعلى المروة ويوم عرفة وعند الكرب وعند، وهكذا يدخل بها الإنسان الإسلام ويخرج منها، منها الدنيا بها ويدخل الجنة بها. شهادة عظيمة شهادة أن لا إله إلا الله والله أكبر، أكبر ممن؟ أكبر من كل شيء. الناس تستعظم الشيء الكبير، الله أكبر. السماوات والأرض، شفت السماوات والأرض هذه عند الكرسي كحلقة في فلات، وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي عند العرش كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. شوف الصحراء هذه البر الكامل، الكرسي عند العرش كأنه حلقة في أرض فلات، يعني يعني العرش كم مرة أكبر من الكرسي؟ الكرسي كم مرة أكبر من سماوات الأرض؟ السماوات الأرض كم مرة أكبر منك؟ أنت إيش؟ ما أنت شيء، لا بعد سنك طويل ومعترض على أمر الله ورسوله، أنت ولا شيء، أنت ولا شيء.
هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنت مذكور أنت أصلا، خلق الإنسان من نطفة، يعني الإنسان ما هو شيء، على ماذا يطيل لسانه، على ماذا يعترض على الله عز وجل؟ عباد الله سواك كثير، العرش يخضع لله، الكرسي السماوات الأرض الملائكة، عباد الله سواك كثير، إن أحسنت أحسنت لنفسك، إن استقمت تستقيم لنفسك، إن صلحت تصلح لنفسك حتى تنقذ نفسك. فلذلك الله عز وجل أكبر من كل شيء. فإذا نظرت إلى كبير من مخلوقات الله فاعلم بأن الله أكبر، أكبر من كل شيء. وهكذا صفات الله عز وجل أكمل من كل شيء، السمع، البصر، الكبرياء، العظمة، العزة، القوة، القدرة، الله عز وجل الجبروت، العظمة، أعظم من كل شيء، أكبر من كل شيء، أكمل من كل شيء في جميع صفاته، صفات الكمال والجلال. قال أهل البدع بأن الله لا يرى، شيء لا يرى قد يكون لحقارته فحقير فذاك لا يرى، رب العالمين أكبر من كل شيء لا يرى، ما هذا القول باطل؟ لا يرى، الحقير هو الذي إيش؟ الذي لا يرى، صح لا يدرك، لأن لعظمة السماوات أنت لا تدرك، البحر أنت لا تدركه، بحر كبير يضرب في المثل بحر، لا احنا بخليج مبسوطين عليه، خليجنا هذا، هذا بعد ما تدركه، ما بالك عاد المحيطات، ما بالك الابحار، ما بالك السماوات. فالشيء لا يدرك، لكن لا يعني انه لا يدرك انه لا يرى، فيرى الشيء وان كان لا يدرك. فالله لا تدرك الابصار، لكن ما يقال انه لا تراه الابصار، بل قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم. فالله عز وجل يرى ولكن لا يدرك، ولا يقال إذا كان يرى، إذا كان يرى فهذا كالمخلوق، إذا كان الشيء إذا كان الله يرى والمخلوق يرى فهذا كالمخلوق، يلزم أن يكون كالمخلوق. طيب في مخلوقات لا ترى ولا لا؟ في مخلوقات لا ترى، ما في مخلوق لا ترى؟ ممكن يأتيك شيء مخلوق ما يخليك تنام الليل كله، يرى الهم والغم، هذا يرى؟ ها، ممكن يموت الإنسان من الهم والغم، صح؟ مو في ناس ماتت من القهر، يموت ولا يموت؟ القهر هذا شيء ترى؟ شيء ما ترى، ها، صح ولا؟ الجاذبية، الهواء، كثير أشياء لا ترى، هو مخلوقة. إذا قلنا إذا كان يرى فهو يماثل المخلوق الذي يرى، طيب وإذا قلنا أنه لا يرى، ها، إذا يماثل المخلوق الذي لا يرى، يعني لا فرار من هذا الإلزام الباطل. فلنقل بأن الله يرى ولا يماثل المخلوقات التي ترى، لأن الله جل وعلا قال عن ذاك عن نفسه وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر من ماذا؟ من كل. لا تقول الله أكبر تحط تضع حرف الواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر، ها، إذا قلت الله وأكبر عطفت أكبر على الله، لا، هي جملة اسمية مبتدأ خبر، الله أكبر، أكبر من ماذا؟ لم يبين أكبر من ماذا، حتى إيش من ماذا؟ كل شيء الله أكبر كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حقارة هذه الدنيا، لا شيء، فإذا قال هذه الكلمات الصالحات الباقيات اللي ينفعني الله بها يوم القيامة أحب لي إيش يا إخوان؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحب لي شيء مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الدنيا هذه كلها من مشارقها إلى مغاربها، من شمالها إلى جنوبها، ومع ذلك هذه الكلمات أربع يدخل المسلم لنفسه يتقرب بها الله عز وجل، أحب إلى رسول الله، والمفروض تكون أحب إلينا من ماذا؟ مما طلعت عليه الشمس. يحزن أحدنا إذا خسر شيء ولو نعال، ها، طلع على ماله ما وجد نعاله، خاصة إذا نعال شوي غالية وجديدة وما تهنى فيها، يمكن ثلاثة أيام ما ينام هي كلها نعال، لكن تفوتك الصلاة، لغو، كلام باطل، سيئات، ها، ما تأثر، ما نعرف قيمة الحسنات، أكثرنا يغفل. والله لو نعرف يعني ذكر الله وما له من الفضل، وقراءة القرآن وما له من فضل، الصوت خمس وما له من فضل، لما انقطعنا. لكن سددوا وقاربوا، مش مطلوب منك إيش؟
أنت لست ملكا حتى تسبح الله الليل والنهار بدون فتور، لا، ولكن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ها اذكروا الله ذكرا كثيرا. نكتب على القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.